أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ هذا السائل: كيف يعدل الأب بين أبنائه وبناته إذا كان يميل إلى أحدهم أكثر بالمحبة والتعامل؟ المحبة لا يقدر على العدل فيها، لأنها من عمل القلب وميل القلب، هو لا يقدر على ذلك أن يسوي بين أولاده بالمحبة، ولكن لا يميل مع من يحب ويزيده على إخوانه، لأن يعطيه شيئا من المال دون إخوانه. فالعدل إنما يكون في العطية، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي أعطى بعض أولاده عطية، قال له: هل كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.